وعن او ونكسن داوديال مركزونا داونا سان كسو دوادا برنامجكي ديني غاها سؤالها عن كو دين جرني شيخ دكتور احمد يمني او مرتيكو استوديها تلفزيون كا يونيفرسال مجالدا مينيابوليس دولكا امريكانكا وحن جعل هاي مركوري ان شيخ عن صدوي شيخ صدو ان شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الهك حفظي ودوحي وانا ود السلام ولالها اديك اي ولالا تي في ولالا داون دونبو الله يبركي دماتينا ان شيخ ان سؤالها ان تطبات كان اد بي افربدين لكن ان انت يا كغرنيان aan daawadayaasha aan u sheegi doonaa dowla yiraado su'aasha ugu horeysa waxa leedahay sheekh een hooyaday waxay rabtaa in mar walba aan biilo oo bil joogta ah aan u diro aniguna ma awoodo sababtoo ah waxaan leeyahay haas iyo caruur qurbaana waa jooga een gaari aan haaska u soo qaaday oo cusub nabeymanti ayaan bixiyaa lacag gaaraysa $700 bishii een sidoo kale biilal kale ayaan xaafada iyo guriga ku bixiyaa شيخ هويدي هذه العلة إن كارتو إن كارت اسمه خبنا إيسا محاسة سمية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رنتي سؤالش و و أرين لقنا حواي قف هويدي سده هايو وحاسية أنا ما هايو عرورتي إذن وحاسية واهاي يجري وجاري بيل نواسية حاس كنا وابيلا بل أنت أسكدر وحاسو سوق هذه جاري برانيو سوق هذه وبيم أنت هكبحية قف كاس حمد إله ورت مركو هذا سكون نقطة على السوق النقطة عاصينما هدي جرتاس وعاصينما واي هدي عاصينما جرتو سبحان الله دكتور حاله يا بنا sometimes هاي دي الدشي أو علاش هو سو ودي سجالك بلوت سو ودي نو جينيس إنت على سو أكيسي مركو سو وين هذا جبر ير مركو أركو أو جورس هذا أو ميل كلك تما هاي دي فاميل كلام بوه الماما أو جبر أن هدي إسبرتين بيرن أي كلا تجي كران وهاي دي سلام يا بنا إنه أقوي تاسو عاصينما واي مش أقوي ندوع جبر أن حق إله هاي إله سي هاي ذا حق إله ذا إله سي ما إسوا قال ما نستعبتان هل هل هاي أدونك كجرتو هل هاي لا ذا هاي هل قف بعلوشي كسو بحذي أو كرك ذا كسو صحرات كسو كاديسي ناس نكسو سيسي أنت أنا كل سو أكيسيسي هل كاس قف وأمرك قف كلا جاجب هاي إنا احترامتي هون سمتام صحك يا بس قف بقول لي حاسكي وبيلي كرا كن وبيلي كرا كن وبيلي كرا لكن هاي ذي يعني وحي كتوسيسا هاي ذا بيل كذا يعني علاس كتو كتوسيسا علاس هدي سن علاس أهالهن المه بيل كذا بكمشي كم عبادوي حاس كديب كذا كم عبادوي إيجار كلا بحنا كم عبادوي تاسو حي كتوسي علاس إني كتها قف كاس وحد إله إله سبحانه وتعالى كبا كذا السوق نقو والله سا هاي ذا وقشيد عيجن وكو جلعين بري عرور هذا مجد أماش له سوحو البأسين ويسيت سا وقشيد هاي ذا إيمانك أركين أيضاً كوجلين حاس كان هاي ده سان هرتا وجلس أكتر قيمة كمل ليه ذيك كتالا قلت كقارك ده حاله إنه حاس كيس رأي إنه قصة صبو سو هاي دي سنوح من حاس كيس قصة صبا وحان ربعنا ده قف كاس حاس كا أكتر والله قيمة كمل ليه ذيك وح قلبي جي ذا جلاية نينك تير ده شيء سان وجلة وقش وجلة بو أنا بير سان وقلو يجلي كرا مركو حدي لا نمنو قدر سو النقطة إليه الله جبقو هاي ذا تيذا سؤال نيسوا قشة ما بقى هم ببيل كذا واجب كسارة وان تذكر قارك ولا هوي دي مبان هدي مبان نسي بقول دولة دي كوي دي سي كونتني كوي دي سي هاو مبان هاتي هاو مبان هذي الوم درسنا هذي بقى ضو مبان مرك هذا حد يجر توي كان مبانه أو كوسو قد يجر تو كوسين جرت واي ما أنت مرك سوي أنا تسأل سمين نسا رنت سؤال شو سؤال شر لقنا حواي إنكار هدي سن كوي إنكار حتى صاصة بعاسك وطهيبه حتى هدي سن كوي إنكار ومو إنكار ومو مبانه هديكو إن كان احتصاصا عاسي كتح قفك إله أطوبت كينو قفك أسي ودي ديسكو سعودين إله صافا إله أطوبت كينو هو يوينك أبوين كان حال إلالي والله أعلم وين سائل كان وحولي يحي سكذا ولغي مبحين سببتو أه وحانو هايستي إن لقرب أو كلية حدثك التاجرين تأه إقنع السيادة ووين له لكن مركي دنبع يا وحان أركي قف أنيقا وكلا أه عن باق أنك العقب ضنحي وسكا بحنايا شيخو سكا غورمي لوغو يالان كرا مخاسا سميا نين نو عاسان هاي بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رتي زكدا ولا الله داوانا وحان ربا ان دو زكدا وا ركني كميد اركانتا اسلامكا او شنتا اركانتا اسلامكا وا شن شهاده صلاه زكدا سونك حجكا زكدا المركز نمبر 3 سونك حجكا افريشان اما افريشان كلا قالو لكن زكدا مركز صلاه اي زكدا وا ولسكو قبتايبا زكذا قفك جورمي واج ولا رجال سيف يعني داو سؤالش أنا آذي وسون غنقطة أنا حتى من ربضنا اللي يسوي دي سؤالش أنا وحنا ربنا إنان رسيف يعني ودقيسته زكا يك واجبته
qofka qani inuu noqdo miya qasab ma ahan qofkii haysto 82 gram dahab qiimihiisa wixii u dhigmo 82 gram hadaan dhahno maanta waa $10 hadaan dhahno 4000 xogo inay noqoto laga yaaba Soomaahan $10 hadaan maanta aan gaarsiino hadii 82 gram oo dahab ah qiimihiisa account kugu jiro ku sanadna ay ka soo wareegtay labo zaka waajib kugu ah zaka waajib kugu ah maanta ay tahay taariikhda hibil ee Ramadaan kuugeeda ay tahay sanadka 443 ay tahay waxa account-kii galay $10,000 gashay next year la gaaray 9,000 ku jirto nisaabka uu gaaray 9,000 markaas ku jiraan ka bixinaa meeqaan bixinaa ku soo yar 2.5% aan ku dhufanaa 2.5% si kala ka fudud dan ku sheegana waxa waaye hadii zakada nisaab gaarto sida ugu fudud oo hadda 2.5% ku dhufsay dhib ay ku tahay inta ku taala 4tan u qaybi 4tan marka uu qaybisid 39,000 iska leh nicmada fiiri macnaheeda waxa waa xoolahaaga waxa lagu 10 meel u qaybi $100 haysta 10 meel u qaybi waxa lagu yiri $90 adiga meel dhigo maxaa soo heeri $10 $90 adiga meel ku taala maxaa ku soo heeri $10 $10 hadan waxa lagu yiri 4 u qaybi nus ma bixinaysa maya 3 hadana meel dhiga hal meel ka bixi ya subhanallah si u fududahay ee dadka isugu dhibaayeen hadda kor waxa la sheegay in ku yiti lacag badan lahaa zakat muusan bixinayni waxa lay zakada bixi uu toobad keenay wuxuu zakada waa bixinahay halii xisaab waa loo xisaabi nimay wuxuu waa badan tahay discount halii sameeyo waxa lay zakada xuquuqullah waa discount wax leeyahay ma jirto waa xuquuqullah waa ilaaha xaqan iskale ilaahana kugu waajib miskiinta iskale masaakiinta hadda maanta hadii kugu waajibto 10,000 leeda $200 adiga ma leedihid 10,000 haysatay sanada ka soo wareegtay $200 xoolaas ku jira wallahi adiga maleedi masaakiinta iskale haysa shaalka haysanaysa dambi kugu ta aakharane naari kugu noqonayn marka zakada aad ha loo ilaaliyo dhalinyarta bidaat alxamdulillah maalmaha waa la shaqaysta professional soo baxay dad waxaa soo baxsi fiican lacag ankan fiican soo gasho track driver soo dad badan oo lacag badan haysa soo baxay alxamdulillah ilaahu barakee oo ku faraxsana soomaad inaan soo galno level middle class inaan soo galno aad oo faraxsanahay laakiin ugu 10,000 82 gram lacag hadii sana ka soo urid zakaa laga raba hadaa fahmo iyo soo xisaab culimada meesha joogta li xiriir ee xisaabada intaas aan haysta wallahu aalam aan su'aashan gabar ayaa soo qortay xilladahay sheekh ninkeega muddo 2 sano ah aan muusan ii tagin dhinac goosha ama sariirta in badan aad isku diyaariyay in badan aad xudxutay laakiin aad buu iga sii jeedaa sheekhu intaan ka badan ma adkeysan karo maxaa sameeyaa maxaa talaa bismillah wa runti wa arin laga naxwaye laba mid ay noqonaysaa ninkii waxaanu xanuunsan yahay aminu gabadha rabay labadaas mid waayay haduu xanuunsan yahay waxaan dhihi lahaa ninkan ha la daaweeyo dhaqtar ha tago ha isoo daaweeyo alxamdulillah wal baa fudud ilaahi wa fudhi wal billah wa fudhi dhaqtar ha tago ha isoo daaweeyo daawooyin la soo siina vitaminada la soo siina haduu xanuunsaneen xataa haduu xanuunsanayo asiga rabin gabadhiis xaaskiisa xataa geerta tiraa oo kalniyo meeshaan aan tagayna hatiraa haduu dhakhaatiirta soomaalida ka baqay dhakhaatiirta ajaanibta u tago gaaba gaabi wixii soo duurba u sameysto laakiin ha isu soo daaweeyo haduu xanuunsanayo haduusan xanuunsaneen ee naceeb ay ka timid meesha ragga qaarkood waxaa laga yaabaa xaaska markuu noco muxuu sameynaa uu dhibaasay iyada u dalbato furitaanka oo asiga aan loo eedin uu sameynaa hadii naciibta naciib ay ka tahayne ninkaas waa dambiile waa ilaahay ha ka boqo gabadha walaashiis muslimada iyo saas u gelin gabadha leedahay walaalna waa leedahay ma jeclid gabadhaad bari saas in lagu sameeyo walaashaana saas in lagu sameeyo ma jeclid haduu xanuunsan yahay waxaan dhihi lahaa la soo daaweeyo haduu xanuunsanayn ee darra kale ka tahayne waxaan dhihi lahaa ilaahay ha ka boqo oo saas sameeyo gabadha ay soo yeerto maxaa xukunkeeda ah guurka akhi waxyaabaha ugu muhiimsan la soo guursaday waxaa waaye inuu qofka shahwada isku guto xalaal uu ku guto dad meeshi gabadha intaysan guursan ninku waxaan rabaa inaan dhaho gabadha intaadan guursan meelay seexatana way haysatay waxay cuntana way haysatay marka isu guursan cuntana kaama rabto jiif kaliir kaama rabto wax ka weyni kaa rabtaa haddaadan u samayn karin sheem kuu samayn karin ama lugtaada marka hore ha la gelin gabadha marka laba option ay leedahay haddii ninka daawatay inay soo daaweyso ay ku caawiso haddii aragto inuu isu daaweynin ama uu samaynin xaq waxay u leedahay boqolkiiba boqol in madaxeeda ka qaadato haduu diida xataa fasxa laga sameynaa maxkamad islaamiya tegeysa ama culamada u tegeysa arrinta u sheegaysa ceeb ma jirta taas
هادو إذا بدره وسمينا يعني سيد وكله حق وحي أولاده إني تراه وكله كصبرة أما ديك اللي نتراه وكله محاله ده واقع بحرنتي تم حي حسوس ما نمد وتجبر إسوا عادي وده شيخ ونينك ديب ويجوها يعني ومي ما ذو حكستان سمي وتن لبسنا وتاس لورسنا يبيه هاد وكبند لبسنا وكبند مرك محاسمة أنه وحيت نيك وأباه أنا دين دلبان كده هدي أنا ولا هذا شو ديري سن أو دين أكبر جنا فين ده عدد فرتان كوا دلبان كرتان كده وحيت رمي مره بين دلبان ده بيكاس المهر نوالي هاي وأسي كهري أسين المالي مرك مره بقولي أنا مت بسمية وكل أرنتي أرنتاس جبر داس حنوني كدرين سيني سه مرك جبر ده ولا عشا هكو قصب إن يكون ولا تدلي نمو أذيو أودي دين أقرب كشت خير الله كسي والله أعلم إن صنك معلمها أيام البيتك بس معلمها عدعت إن الأسكو حجيو مغصبا نبي صلى الله عليه وسلم وحويري قفكي بالوالبو سدح معلموتك صومو وحولم بدي قف صنك كدن صومي سدح داس معلموت حديثك لا جرت وقيدي سوديه سوك الأيام البيتك سدح يتوبانك أفري يتوبانك إيشان يتوبانك أحاديث ساس وقيدي ساس جرتو سأيام البيت كمرك قفك هدو أودي إنه صوم وحافي عن ما دام حديث كالأيقوس وأرو سدح طبانك أفر طبانك إيشان طبانك ساسا في عن هدو أود إن لك قفك سدح طبانك أفر طبانك إيشان طبانك أما أوسن جرينين هدتك قاركو هدي لو يدي مان تاريخ دمي قاوي ساعدوا فينا وحوك لمان تحاوي وسديد ديسمبر أو بشيء لو جرى إسلامي ما بيقان على جابين إنتهى هدو سن جرينين بيل والبا مرك سدح مال موتا كصوم سدح دو مال موتا وربو كصوم كرا لكن حافي عن سدح طبعا كافر طبعا كشان طبعا كافي عن لكن هدو سن جرينين أم أوه الماما أم أي كتكت أم جبر يدورو وجوك توقع مثل إيسوم كرين سدح مال موتا كصوم كرتا بيل والبا سي حديث كصوص رسول صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر قفكي كصوم فكأنما صام الدهر كله والله أعلم واي سؤال شان الجبر يا صغر تروح لذا هاي نكيجا بقول كي بس عشان السجال وحكومة شغل سين تلافنك مركّل عنتينا يو مركّل فردي قال فرديو مركّل عرورته أي جرّج جوجان هم وجهك شقيني سو مركّل سريرته حتى الجارو أو حلي جوجش الله تقو تلافنك يوم أنت نوتا إن ودبك كده ما هني شو قارن تسألني قرأ أدب أو دب صدي دبوين أيان دراما يا أو حن دراما يا إن وهلكي سأنا هنا نيجو أو تلافنك سو هلو يهي ما حاسم يا طلع مشكلة ذان وجرع صوب وصوب بحذي واه زمن والبحر صوب بح جرع صوب بحذو جرع زمن كان هذا نجوجن جرع هذا صوب بحذي وحاول سوشيال ميديا إيه تلفون كان يبكي ذا صوب بح نمنكي وحي كعبوا ذعين وحي كلين حاس كي مركز إما تلفون أدكت أو جرتو وحي مركز محاسمين اسم محاضرة دقي سنة هي كل هذا جبدي وحي كعبوا ذا سنين كي مركو جوري جي ما ذا وحي كله تلفون كاسوكم مشغول سنة أو وقت مصينا نميه هو أنسى دقي سنة دتك فامل جوري جوجو حقوق وحليرة هاجرته حقوق ذا سوحة كمدة قفك قال إنه وقت السياح كمدة أينو نينكو حلقة إنه مشغول سنة هي بيزي هي ويمت أسود على إماده إيه ذا صاصة حاس كاي إنه وقت السياح ذا لقى جبان هي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حديثي كورني سو حديث عائشة نورني سو حلا ذا هبين ذا كمدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا فريست وحنا شيء كان كوه هاي إنه كوه شيء عائشة وحي كشي كيسي قصة كو يتبان دمر أو أيام الجاهلية بعد حديث مزرعة على نحا رسول صلى الله عليه وسلم ودقيست كلمة دكت أرهارعي ودقيست دكت أرهارعي محوك رحي مركو دمين كدب وتعليقي لأن حتى بانك كو يتبانك دمر إيه عائشة كشي كيسي وحا أوف يعني تن أودا بيسي أم زرع لديه جري لكن أم زرع مشكلة دي والله فوري هذه نينك وأمانة رسول صلى الله عليه وسلم مركب وحويري أنيق وحنكون نقنا أبي زرع سو أم زرع ونقد رسول صلى الله عليه وسلم كشرف بدن وكقيمة بدن لكن رسول صلى الله عليه وسلم عائشة قلبي جي إنه دجي لبذا سقف صوم في عنا لبذا سو كلام كون نقنا لكن رواية كلام حيل هذا لا أطلقك أنا لكن كم فرع نيد وسيدسة مرك حاسك وقت لصي ولو بهاي جبده وحارب أنا عنده رنتي أرن جرت وأستاذ كبدها سؤال شبه حاكينا نينك محاجع لي سي تلفونك مركز إنه فيري وحاسك يسأل شيء كيسن إذا مثل السؤال اللي باه اللي سوي دي واحد رنتي قبلها قارك هذا نينك مصيان مساحة أم إسبيس وكل شيء كيس مصيان أنت هو كل حجرا نيمك بدو عبادة وحوك اللي حاسك دائما أن أقرب أنا لشيء كيسته شيء كم مركز بلا رحدي إيجا جوينيس مثل وإيجا جوينيس إلى مركز دم أنجو أجر وما بلا شيء كيسنا أيوة هذا الكيد مركز إيدي شيء كيسن وحوا كان سوق بكم مصميسة ساس معها ولا لي هذا جعلي سين كرت يمكن وكوس وحيس وكوج على هذا سمين كرت والله هي هذه قا سمين كرت لكن هذا كنت ترى إنك مركو كوس شيء كذا أك جويسيد مرك وكل حد له هذا الكيس هذا اللي جيسين هذه مرك أو شيء كيني سؤال أي نقطة طيب تلفونك وجه الكلام مرك
تلفون كويل كديجنا سو نينك هدو حاس كيس وشي كي واي أو وقت أسي ويسي قبلها كلا على جاب إني إذا وهل كديجة أما تلفون وهل كديجة تو قبلها بالذات أرن تن عادي أصابت قبلها هو عبادوين لكن نمان كمركة بدي أو أرن ما أنا حق شو كلين شيخ ملا شي كيس انكري مي فهم يسو مي فهم يسو حد هدي حسبة دي لس فهم وين مركي لو ينادر هنتي نولان مجريس ماشاس وحرب إنا ده ولا ليالو أنت عسبتهن وقت إسو سمي إسو شاكية هذا إسكو سود قويدين حتى وقت إسو سمي إسكو شاكية هذيك لو حنقول إيش دتك صدنا يدور سنة سنة إسقبي أو كذي بس اسم فهمين ما حد على مشي كيس يجي مجلس فهمين مر خلاص شيء كيستو كبر ولا شيء نيكا التلفون كدارت إنه كسب بحه وقت سي أو لا شيء كيسو سيفي عن ولا شيء كيسو سيفي عن ولا شيء كيسو هذيك لكن أمر نين أمر مجعله قبلها نين أمر مجعله كنت أقول شيء ولا شيء تهاي أنا بنينا نين أمر مجعله وحاس إيسو قبها داتري وحالها إنه كيراه وحمق الإسكاديو لكن داتري ولالو أرنت اسمي إيسا مين كرت هداتري والله وكو إستاغا إيقا قاض ولالك ها هداتري مي إيسا مين كرت ولالو وحاس والله وكو إستاغا وكو سمينا لكن وحان سو سمي هدو كو سمي حتى لاو مدوا إنو عبسكو سو سمينا أيو إنو رها إله درتي سو سمي لكن قلبي إيسا كما أهكو طلاقل أرنتنا قلبي ديسان كيهن فإذا بدا مكين إيسا والله أعلم شيخ سؤالي إن أضيع الصقر حويري إن وحنا عشرين ويا أرجع وإن مدة سوح ماشي إن حويري دلير النمذي ذي هري يو ده حد كيجي إن نحنا هنن عن مرة بس سؤال لجو الدينين أرنت جوجش هذا حالة دو ويجد بتمت هدي عن قاطو إن دواد رجع حوجسة وأنت جابيي وأن أبوجي إن دينته محيك قبطع السؤال في عن ويا داوين كسبي بدين ولا قاطو لو أي حاجة قاعدة عامة رأينا بحي وح كستو أو داوك وصابسن هديسا إهين وح داواز لغي سميه أم غدا قلد ألو مرينين حلال وابنان تهي وابنان تهي داوين بدن الاستعمال عجرت ودياشا وبدن على رهاي هذا نيات قاركو دا لغي داوتي قال ني جيران لغي يابا قارا ربا مركي قولك قلين وكل داوين بدن قادن إسحوجين الرواء لغي يابا داوذا مبنانتي إن لقاطنا آيو هدي ضرر كذا أو لقى نواد قال آيو وأكو بنانتي لكن عادي هو مثلا أو ديجي كويري أما سديت سنة مركا قارتي ذا كله أو تن داوذا ديجي كرو قاطه هدي أو ديب كوكيني سام ودنا يكو استعجيني سو كله مركا سو كله مبنانا ديب كوكيني سام لكن جنرال سبيك مبنانتي هوا بنانتي والاستعمال كره والله على واحد باويرات يوم جرتوا داوين قارو حجر لكن حداف أو قبل هدو ديب سنس oo ninka saacadihi loogu talagalay daqadihi loogu talagalay waxa dhaafi karta awl maslaxada laga fiiriyo ninka di oo maxal ah oo rabuqti inuu sameeyo hadii laa mid inuu dhaafi ka tahay hadii dhaaf ka tahay wax ka isku xujinay oo sameyn kara hadii isku xujinay oo sameyn kara ka badbadin dan badan idana tirkeed ma fiicna waxa dhahan كل شيء ازداد عن حده انقلب الى ضده وحول بحدك لو تلقى دافي او بسيتكيسو كوسو نوقدا dibno ku keenaa laga yaabaa markaas haddii dib ku keenay caafimaad ah wax kasto caafimaad ah dib ku keenay general diinteena waxaanu calaamaysay calaamo waaweyn ee noo sameeyay wax kasto maskaxdaada bedelay xaraam oo khamro noqoto draaka noqoto wax kasto maskaxda bedelay xaraam waa qawaacid saaso wax kasto caafimaadkaaga dibay xaraam waa wax kasto xoolahaaga baabi inay xaraam waa marka qawaacidaas caam kaano loo sameeyay generalkaas aanu la wada sameeyay sida darteed waxa fiican waxa duusan ku dhibeynin caafimaadna ay tahay way sameysan kartaa waa gabadh sidoo kale hadii rabti inay soo qurxiso ay daawo jilcis marso kale tamay jilcisina soo kale inta soo qurxiso kale u banaan tahay hadii isdhi soo kale waxa bixin raaso gashi waa timahaaga madoobay soo kale waa sameyn kartaa way sameyn kartaa make up soo sameysan kartaa wax kasto la isku qurxinaayo oo noqonin waxyaaba qaar kooda hadda oo turki laga soo sameeyayse noqoninin marka waa banaan tahay markaas wallahu aalam way een sheeqo een waxaan ahaynin aad iyo aad u dhaar badan maanta dhan waa dhaartaa marka dhaarta badana dhibaato badan ay leedahay diinteena waxyaabo badan ayaa ku soo aruuray sidee ayaa u kafaar gudi karaa hadii aan ahay qof aad iyo aad u dhaarta maalin walba khayr Allah ku suurta dhaarta waxa loo baahan qofkii inuu ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala magaciisina businesska ku gudido kala dhaartana waxa u baahan dadka business leeda u badan wallahi intaan wallahi intaas barakada ka tagay xataa dadka business leeda oo tagay samee qawa toban wallahi toban ugu fadhiyay حتى هذا هو شيء يسبرك ذيك قاديسة. You don't have to say والله هذا دارني ما جع إلهي كده دارني. دارت السيدي هذا بإن لا يرى يافيان. لكن قف قدان رهك لما أنت والله ماشان مي إيماني. أون رب إنا إما ضو
oo rabay inay imaado maxaa laga rabaa ama aan go'aansaday oo kale inay imaado kafaara laga rabaa kafaarada dibka jiro anaga meesha ugu hooseysan ka bilaawana bakhiilnimo ma inaga tawa garan waayo qof wuxuu kale waa dhaar saddex maalmood ma soo ma ma saddex maalmood ha suumin waa laga horeeyay saddex maalmood jeebka ma rabay inuu wax ka bixiyo jeebku rooyo hayna wuxuu leeyahay saddex maalmood aan soo ma hadan ma kala fufugi kara ma isaas ma dhaarta waxa waay ku toban qofood cunta siinaysa ساعة تمر سينيسا أما هدي عادة ساعة ده لقينا وقت نص ساعة سينيسا زمن كان وقت كان أقول وكيلي إبر بريس كيلي إبر بر كيلي إبر ساس وقال سينيسا تم كيلي إبر سينيسا طبعا قفوا ذا كيلي إبر سينيسا أو عنت عنت وقت خاص لقى عنا سينيسا قفلوا طبعا لعقنا مسينيسا لعق ما جرتوا فدية بحين كفارة معناه هذا وحاء إطعام واه لو مثلا سمين كرت عنت سينيسا أما درأ وجديسا عنتو amma dhar cuntada meeqa siinay qof walba waxa siinaysa kiili ibra siinaysa dharka maxaa siinay dhar uu qofku ku labisanayo macawistiisa shaatigiisa ama qamiskiisa ama maxaa sarwaalkiisa shaatigiisa siinaysa dharkadaas oo kale siinaysa hadii aadan cunta aadan bixin karin dharna aadan geli karin taxriir raqaw ma jirto aadan doon inaan soo gadi ilaahay dirsa aadan xurin karin maxaa laga markaas saddexda maalmood soo gelaysa saddexda maalmoodna waa isku xigaysa si jumhuur culimaa qabaan saddexda maalmoodna isku xigaysa no break saddexda maalmood waa isku xigaysa 1 2 3 waa isku xigaysanaysa laakiin waxaa horreysa toban qofood cuntayna siisid kadib waxaa ku xigta tahriir raqaba ku xigto kadib waxaa ku xigta maxaa lahaa tobanka maalmood cunto dhar inaa qofka u xirtid tahriir raqaba ama saddex maalmood ina suuntid laakiin saddex maalmood yaa lagu soo ordin saddex maalmood hadaa soo miiso saddexdaas aadan haysanin waa isku xujinaysaa si culimada qabaan jumhuurka qabaan wallahu aclam gabagabada barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa su-aashan waxay leedahay sheekh waan hubaa ninkayga inuu aaday jecel yahay aada buu iga taxadaraa laakiin anigu dareen dhan uma hayo oo maalinba maalinta ku xigta waa sii nacayaa sheekhu inaa qalbigiisa jibiyeyna ma rabi aniguna wax dareenaan u haya malaha maxaa tala ah oo aad siin lahayd arrintan waa su-aal oo wajiih waaye aada u qiimo badan waa gabadhaas waxay ku tusaysaa gabar oo ilaahay ka baqaysanay tahay maadaam ninkeeda qalbi u haynin rabtay aysan rabin in ilaahay ku caasiso waa su-aal wajiih waaye gabadha waxaan rabaa inaan dhaho qofka inaan nacdi waxaa keeno oo aadan u haynin maxaa la dhahaay maadaam marka hore aan lagugu qasbin oo aad guursatay adigoo raalli aad guursatay marka hore jaceela u guursatay ama rabitaanaa jiray hadda neceeb haduu meesha yimaaday waxyaaba badanaa koos garayn karo ku waxaa koos garayn karo ninka akhlaaqdiisa inay kugu xumaataa dhici karto laakiin hadda waa ammaanto xata ninka nin fiican waay aad io jeclaa ku tiri marka ninka dhinaciisa inaysan ahayn maxaa laga yaabaa inay tahay waxaa laga yaabaa inay jirto jiro jirta adiga dhinacaagaa laga yaabaa jirada maxay noqon kartaa hormoonkaagay noqon kartaa waxay noqon kartaa jirooyinka hadda maalmaha soo batay ilay noqon kartaa sixiray noqon kartaa intaadan final decision aadan gaarin waxaan rabaa marka hore inaad isku noqotid adiga oo isa soo daaweysid haddaadan xanuunsaneen oo in ninka naceeb ay kaa noqoto adiguma horreysid waa dhacday arrintaas maxaa lagaa rabaa laakiin ninkaaga wax walbaa ka qaadad xoolaha ka qaadad waa u celinaysaa rasuul sal alay slam waqtigiisa gabara u timid wuxuu yidhi yaa rasuul allah saxaabigaas akhlaaq darana kuma eeday diina kuma eeday laakiin waxay tiri uma jecli ma rabo rasuul sal alay slam marka wuxuu yidhi okay hadday saas tahay xoolihiisa beertii hebel uu ku siiyey u celi culimada meesha waxay ka qaateen marka khulc barnaamijka la yiraah wal khulc la yiraah meesha laga qaatay gabadha haddaadan niyo u haynin ninkaada aadan u haynin dhibkan uu asiga uusan ahayn laba mid waaye inay jiro jirto haddaysan jiro jirin xoolihiisa u celi dan waxaa ku tara niyahu waa ku jecel nin fiicanaat ixtiraamat laakiin qalbi kumaahay qalbigii waa wareegsaday waxaaga dhanaan ku siina markaas oo kale khuluc wax la yiraahaa jirto inta adina dembi geli lahayd oo asina kugu dambaabi lahaa diinteena dhib ma jirto laa darar walaa diraar waah wallahu aclam way sa-ilkan wuxuu leeyahay tubo ayaa kaadi mareenka igaga jirta oo waxaan ahay qof isbitaal ku jira sidee ayaa salaadoodu ka karaa horta marka hore qofkaas ilaahay caafiyo asigii inta xanuunsanba oo muslimiinta ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiineynaa caafimaad degdega ilaahay weydiineynaa waxaa soo heray muxuu samayn karaa qofka haddii ay ku jirto badas oo kale ku jirto oo kale suuku awoodu ku tukanaa hadduusan dadka qaarkooda kale waa bixin kara dadna ma bixin karaan hadduusan bixin karin muxuu samaynaa dabcan waa xiraa ama kulli meelaa dhag laga siiyaay markuu xiray kadib wuuweysiisanaa meesha waa uweysiisanaa wuu tukanaa si ku awoodu ku tukanaa suu isku daahiri karo unu isku daahirinaa laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha wallahu aclam
dhinaca dumarka ay ka socota oo waad ogtahay maalmahan in dumarka naftirkoodu waxay bilaabeen inay isqurxiyaan een waxay leedahay gabadhan marka sheekhu hadii aan yara baxo oo aan aado wadanka Turkiga oo kale oo aan soo yar qurxiyo oo jirkeyga meelaha qaar aan soo weynaysto een sida naasaha oo kale een amba aan soo yareysto diintu waxay ka qabtaa gabadhan marka waxa way laba mid inay tahay waxyaabaha hadda mathalan naasaha oo kale dan ka soo qaadno oo kale inuu waaweyn yihiin ama inuu yar yar yahay waaye soomaahan hadii waaweyn yihiin aad waaweyn yihiin ومثلا قلاس او كهايو ابن او كيناي حنون او كيناي مثلا دبر حنون او كيناي وحيلا عادي واوين دبر حنون او كيناي جرو اي كيناي مركز او كالو اكسبشن واي لنا عافي ما تهانا لو فيرنا مركز لان قف كان حنون او كهايا اوفر لور او كهايا دبر كي حنون اذا خاطيتنا وحيلا قف كان انو دبر حنون دبر كيناي بيشا لغيابو مركز او كالو حنون واي لكن وحن حنون اهين واوين يهي واسو يريسانا دي بيغو مهاي مبنانو عكسي جيدا ويريريهين واسو وينيسانا مبنانو مثلا وايقا دعين واسو استاجيسانا مبنانو وحيابها او بنان وحاواي وحي قفك عافيمات احان واتانشيين قفكا واوين يربارك وحنونا تاسو كالوا بنانتا لكن كوان كالو واسو قروح سانا او كاركنا سميسانا او كالو مي مبنانو مبنان تغيير لخلق الله واتاس تغيير لخلق الله هو قفوا له انه 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 بدل نقنيسا تاسو قال ما بنان ما له حياه بدن تركي او كنخيس رنت لو سو سمي تاسو قال ما بنانو وخا لا دت قار كود اني دهان اوكي تيمها قف ما بيرا كرام تاس ما بنات تمحيتن وبناتن ايسن وبنان واتان شيغنو كول تيمها قف كولها جرا كا قاد سو ما جرا اها مرك جرا وخي جرا كنت والو داوين كرا لكن جرا مكينه در كلا لو داه قدر كل على وادي مثلا لو يقول قف كان اني وا سو ويني سنه ما سو يري سنه تغيير لخلق الله واي قفك وحار وان انه ولا لي كو قرع انت الهي كسي ارضى بما قسم الله لك سيدا لك قروح بدن تحي سيدو الهي كو ابورا والله كو قروح بدن تحي واخ كاستو اكسترا اسمي ستين فول حمو يجرون بكو كينيسا فول حمو يجري كو كيني سيدو الهي كو كيني كو قنع انت الهي سي كسي كو فرح انت اسم كو اكو لكن كان زياد سنه كان يري سنه هل جوجي خير الله يديسي الدنيا اخر واكل بدنته نين انا اسميني سا وحسن لا يابا اسقور حني سيد جبرار تن اسقور حسين اسقور حسيد وح اكفا ايدي سيد مالا قف كان وحا دقنم ايه ان نار او غشيت قف كلا سا اورالي جليس تاسا دقنم ايه اننا وقف رالي جليو رالي جلي انت قف كاس رالي جلي ان نار كو غلا دقنم واي قف انه كفكر لو باهي ان دنبي كو غلا marka qofka iska ilaali dambiga inuu waxyaabaha dambi waxyaabaha xaranta ah iska ilaali qofka intuu san sameeynin aan loo baahin su'aashina weydiin dadka qaar kood markay sameeyeen wuxuu kula ma sameyn karaa dawab soo sameys ma hayo weydiin hadda marka qofka intuu sameeyna loo baahin inuu sameeyin talaabada qofka soo intuu qaado xal u baahin wixiisa inuu ilaaliyo loo baahin wallahu aalam qofka hadii uu sameeyay ka waran marka dambiga waan garanay laakiin talaabo kale uu qaadi karo ma jirto qofka haduu sameeyay uusan cilmi u lahayn ilaahay oo toobad keena marka sabab toob waa furantaha ilaahay oo toobad keena toobadiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbiga ka timaada ilaahana taalacana wax toobad ilaahay ilaahay ibn aadamka ka dhaxeysa marka sana toobadu waa furantaha marka toobadu waa furantaha laakiin qofka marka hore inuu u qasdo amalku soo hadhuwaan toobad keena inaa ku dhimatida laga yaabo asoo kala kabaair waa oo intaas ka ilaali laakiin qofka jahilnimo uu galay ma yaqaan uu ka shalay tan ilaahu toobad keen adii ilaahi dhaxdiina qof dhax gali kara ma laha ilaahi ku abuuri waa qof dhaxdiina gali kara haba iraatay ma jirto wallahu aalam wayahay daawadi halkaas waxa uu ahaa doktor sheekh axmed yemani oo barnaamijka su'aalaha diiniga ah maanta marti ugu ahaa waxa barnaamijkan dadihiinay anigoo ah deeq darajo intii aan barnaamijkan u kale aan ku kulmeyno waxa idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo وحنا جعلها هي دكتور الشيخ أحمد يمني أنا مهدي عليو أدو ما صنت جزاك الله خير بارك الله فيك